كيفكم اليوم رح نروح على الكيك ونجيب لها مس الارت لانه اليوم عيد ميلادها اسمها ونجيب لها كيك. طبعا هي اسمها مس آية وكم صار عمرها؟ ما بعرف قايت انا قربت اسالها التقويم. اليوم عيد ميلاد المس آية مس يوارماسا اللي في المركز تبعنا. هي ارت وهي بتعطي مادة الارت بتعمل معهم اكسسوارات وهالامور فحبوا يفرحوها سوار وماسا ويجيبوا لها كيك. يلا شو بدك اي كيك؟ حلوين هدول كب كيك حلوين بدي هاي كثير حلوة هاي كانت تعملي هاي كيك لا زمان وهلا هينا جايز اشترينا الكيك وجبناها بالشوكولاته وجبنا هدول وجبنا هدول الكوكيز حاكلوا كثير شكلهم حلو شكلهم هيك كانه يعني بامكنز هدول بامكن وهلا وصلنا المركز ما ما بعرف اذا كانت موجوده المس هناك ولا لا هلا بقول ما تنسوا تيجوا على مركزنا نشوفكم. تعالوا جايز ادرسوا معانا. سكر الباب علي. تعالوا جايز ادرسوا معانا. انت الراوي القصه اوكي ذات مره وبعد ان اشتغل صياد يومان كاملان لم يصطاد نحكي بصوت واطي بصوت بهدوء مش بسرعه يومان كاملان اوكي يومان كاملان لم يصطاد يلا اعمل حالك دور سمكه يلا تقمصي الدور احكي كانك سمكه ارجوك يلا ماذا قالت السمكه ارجوك شكرا لك وأخبرني إن تطلب أي شيء يا لك من غبي يلا يلا صخم يا لك من غبي اصطدت جديدا برافو ردت السمكة يلا يا سمكة دورك لقد صار يلا ما صار تعيش الدور الصياد احكي إن زوجتي تريد أن تكون شطورة إمبراطورة تحكم البر والبحر برافو شطورة ماسا لعبة الدور صح هو ولد فأنا بحكي ولد بعد ذلك بعد ذلك هذا السمك ماذا تعلمت من القصة يا عسى؟ تعلمت أن أكون قنوعة وأن لا أكون طماعة طماعة برافو لأن ماذا حدث عندما طمع الصياد؟ ماذا حدث؟ عاد كما كان ماذا لا حدث؟ لأنه مش لو كان أكثر من إشي ما بيصير يكون عندنا أكثر من إشي يلا يلا متحمسين؟ عاملين مفاجأة لمس الأرض هاي فكرة سوار والله أنها برافو على نفسي هلا فكرونا الناس مسكرين المركز وما في حدا متأكدة بس دقيقة نزلت هي حاسة مش دقيقة بس خلينا نسمع صوت الأسانسير بس يجي ريلاكس اهدوا سوار بتحب المفاجآت توتر مليون حتى عليتها الصوت Yeah.
خلصت. ثاني الجمدة للإضاءة، تتذكري؟ يبقى لازم هنا يكون أغمق، يظلوا أغمق. الجزء سرح مني، يعني طلع مستقيم، ماشي؟ بنظبط كل شيء بالألوان، شفتي؟ يلا اعملي كمان هنا بالأبيض بقى. أبيض، خذي كمية أبيض من الأبيض.